اليوم الساعة 3:30 الصبح بتصحيني مرة بتحكي لي اصحى في صوت خبط على الباب. صحيت انا طبعا، صحي محمد كمان معاي، صحي سند. عندي انا 3 اولاد، 2 كفيفين اللي هم احمد وسند، ومحمد هو الحمد لله الكويس اللي بشوف يعني. نطيت انا ومحمد على الباب، ما وصلنا الباب اللي هم الجيش فجروا الباب. كيف فتح الباب بلش يطخ عشوائي علينا، يعني جاي يعدم الدار كلياتها، مش جاي يعدم بس محمد. ومحمد اجت الرصاصه في الراس وهان، واجت كمان رصاصه في الحيط، وحشرونا عند الجيران ضربونا طبعا، بالرغم انهم شافوا ان الاولاد هويه قدس الاولاد ومعهم كفوف. قال له انا كفيف، انت ما بيطلع لك تضربني. واخوه قال له انا كفيف، وشافوا الكروت قروهم برضه ضربوا الاولاد. محمد لمنها اجت في راسه، طبعا انا هجمت عليه، ابعدوني الجيش. محمد 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 ما رد علي. محمد كان بشخور والدم بينزل من راسه. رفعوا اجريه على المغسله، شوف قديش المغسله عاليه متر، رفع اجريه على المغسله وخلى راس محمد تحت عشان يتصفى دمه، تمنه صار دمه زي الكبده على الارض. وانا عم بصرخ عليهم وبستنجد وبطلب في المجموعات وبطلب في الناس في العالم يجيبوا الأمبولانس، منعوا الأمبولانسات تبعون السلطة الفلسطينية انهم يدخلوا كمان على البيت. 40 دقيقة ومحمد بصف في دمه. بعد ما تصفى دمه وتأكدوا انه مات، جابوا الحمالة تبعتهم حطوه ولفوه في شراشف واخدوهم ومسكرين علينا عند الجيران. انا طبعا من خزق الباب بتفرج وبصرخ بخبط في الباب، مش راضين يفتحوا لي الباب. هسه محمد جثته محتجزة عندهم، ما بنعرف يسلمونا اياه اليوم ما يسلمونا اياه، شو التهم اللي بوجهوا له اياها. كان عقيد الحياة هو في البيت، وهم مش معنيين هم ينقذوا محمد اصلا. لو معنيين ينقذوا محمد كان ما رفعوا اجري على المغسل وخلوا دمه يصفى من راسه. انت في معك امبولانس الجيش لما بيطلع بكون في معه امبولانس خاص فيه للحالات اللي بتصير معاهم، فبامكانه يجيب الدكتور يجيب الممرض يجيب هذا وينقذ محمد مثلا، بس مش معنيين ينقذ محمد هم. ومحمد ما فيش له اي انتماء تنظيمي يعني نهائيا، ولا هو مطلوب ولا هو له انتماء تنظيميه ولا يعني. محمد شاب مسالم. خرجت شويه من الاحتياج انه محمد حاول ينفذ عمليه طعن او يطعن. كذابين. واحد صاحي من النوم بيحمل سكينه، انت واحد بدق عليك على الباب بتعرفيش مين، بتحمل سكينة وبتطلعيه؟ هدول كذابين، هدول دائما هم بس بدهم يلاقوا مبرر للأكاذيب والأفعال تبعتهم. أنا اسمي طارق الزروة أبو أيهم، جاره لأبو سند الشحام من 3 سنين، سكان كفر عقب. تفاصيل صارت تقريبا الساعة 4 الصبحيات، سمعت صوت انفجار طبعا اللي هي فتحة الباب هون اللي وراي. جيت أشوف شو فيه، إلا الجندي واقف ورا الباب، خلاني أسكر الباب كيف بفتح الباب. قال لي فوت، هذا منيح يعني الحمد لله انه برضه ما طخني انا. فبعد ما انه سكرت الباب طلب اذن ابو سند وهو بصيح في العماره انه دخل النسوان عندي انه ابني استشهد، بقول ابني استشهد. كيف فتحت الباب وللنسوان يفوتوا عندي لقيت محمد مرمي على الارض هون تقريبا 40 دقيقه من ساعه الحدث، 40 ل 45 دقيقه وهو مرمي في دمه طبعا، واستشهد على المحل. اما زي ما بدعي برضه انه الاحتلال انه توفى في المستشفى واخذوه ويعالجوه، طبعا ما في منه صحه من هذا الحكي. كان في مجادلات مع الجيش انهم نتقاتل معهم يخلونا نتواصل مع حدا وانه نجيبه لنصور، طبعا منعونا منعا باتا انه نقدر نقرب نطلع برا الباب البيت عندي.